لك شو علفنيك مثل ما هو. هذا مين بده يدولقه؟ يدولقه؟ أنا باكله كله؟ هلا أنت شو بدك؟ اللي بده يزيد يزيد، المهم هلا جبنا لحمة. لا تخاف يا جنى، ما بيزيد شيء. إذا جاد شيء باخده معي على البيت، بقصد بناخده معنا على البيت. برني ابني محمود مثل ما بيقول بخور فكان. تيك أوي، ضري بأشعر، شوفي على الطاولات بأخذ. هدي جاتنا. معلش خليهم للولد الصغير، انا بستنى. هلا مدام، شو اسمك؟ مرحبا استاذ جميل. اهلين اهلين مدام نجاح. اهلين المدام هي بداتا. كيفك مدام؟ اهلا وسهلا. تمام الله يخليك يا اهلين. عن اذنكم هي رئيسة قسم عندي بالمديرية. رئيسة قسم عندك؟ ايه شبك مستغربة، أنا كل رؤساء الأقسام اللي عندي معينهم النسوان والحلوين كمان. اي مو هذا قصدي. ما كان شو قصدي؟ هو هيك إنه يوفق لك لبعيد وتفكري إني بعرفها أو متعرف عليها بشي محل تاني. ها بتعرفيني أنا ما بلحق هيك شغلات. ايه حبيبي أنا بعرفك ومطمنت لك، بس ما حلو رئيسة قسم تخليها تمشي. شو قصدك؟ كان المفروض تعزمها على الطاولة معنا، ما حلو بحقها. لك شو صار باللحمة؟ شو صار باللحمة؟ عم ياكلوا مهام. طيب على المقلي اللي تفضلي يا لطيف، ما أقسى قلبه. هلأ بس يخلص بدي يفوت أقلي أحلى بيضتين وأكلهم. ريحة البيض بتغوى بالقلب. دايما جارنا تحو. هلأ أم محمود إذا لازمك شي بطلب لك. لا تقبريني، شبعت أكلت عن جمعة أنا. تحو هنا على قلبك يا هنا. خالصين استاذ؟ ايه خالصين ايمو. اتركوا هذا صحن الفريكة، اتركوا. انا عندي القطاط بيحبوا كثير الفريكة، خاصة اذا كانت معمولة بلحمة موزة. تعال زق لي اياها هون، تعال. ازق تيك اواي. اوان. ما بدي اسوقي، اوان ازق. محمود خدي الخبزات كمان. لا خبزات عيب سليم عيب. هدول مو إلك، هدول مني للقطاط. ايه هات اذا كان رفض قطاط. والمخللات. ايه هات مخلل، يبلي بيقتلوا هذا القط اللي عندي شو بيحب المخلل. هات ممكن تيجي تسمعي درس القمير؟ ماني فاضي، بدي احط ابوك بالغساله، قصدي قميص ابوك. ماما ايه هلا بعدين تغسل القميص، تعي سمعيني درس القميص لانه عندي دروس كثير، قراءه قصه وتعبير. ماشي يلا شرف قدامي. شو عم تساوي؟ مثل ما لك شايفه حفك اللعبه ولا عم تفكها؟ بتعرف شلون مركبه مشان اذا تزعت على تصلحها. يعني هلا ما تزعي؟ لا ما تزعي. شلون بدك تركبها لهي؟ الله لا يعطيك العافية على هالعمة، خربتها. لا خربتها ولا شلب، رجعها مثل
تاني. الموطن الأصلي للشعب العربي. الموطن الأصلي للشعب العربي هو شبه الجزيرة العربية التي يحدها من الشمال. هلا وقت الدرسو. يلا أحسن خليها تدرسون، لأنه إذا حبكت المقاتلة ما عاد يقدروا يدرسوا. برافو عليك حافظة، وأنت ما عم تعرف تركبها ما هيك؟ تيأتيني خليها، عم بعرف ركبها وعين الله علي. تعرف إذا ما رجعت اللعبة مثل ما كانت بحياتك ما عاد تشوف واحدة تاني، فهمت؟ رجع. راح تغسلو. هلا بدها تغلي القميص، لك مو بس القميص كله بدها تغلي غلي هلا. شو ها؟ يعني لو ما بعرف شو عندي كنت قلت هي آثار حمرة شفايف. تقبر قلبي على الريحة. بعدين سليم شو صار معه؟ ما عرفت ترجعهم محلهم مثل ما فكيتهم ولا عليه العوض؟ هاي لا تخيليني، هاي تشوفي بعينك. شو شايفة ما اشتغلت؟ ما بيصير، لازم تشتغل. متأكد اني رجعت كل قطعة لمحلها. اخ منك اخ، كان ضروري تفكها قطعة قطعة مشان تعرف كيف مركبة. هاي انتزعت وما عرفت شلون مركبة. يبقى كلحمة على هالنسوة، نسيت حط البطاريات. هاي اشتغلت. ايه ماشي، هلا بتحطها فوق الخزانة واوعى تفكها مرة تانية، فهمت؟ حاجة. ايه ماما طاري، خلصت دروسك؟ ايه ماما خلصت. لكن ساعد لي اخوك بدروسه. إذا رضي. وليش ما يرضى؟ أوقات بيرضى درسه، أوقات بتنح، ما بيرضى درسه بالمرة. غصباً عنه بده يرضى، أنا مالي فاضي بديك ويا قميص أبوك، سليم جيب دفاترك وكتبك وعجب أخوك مشان يدرسك، أوا. أنا كم مرة قلت لك لا تطلبي مني أكثر من طلب دفعة واحدة؟ ليش شو طلبت منك بعدي؟ ما قلت لي طب اللعبة حطها فوق الخزانة؟ حصل هالشي. وهلا عم تقولي جيب كتبك لعند أخوك لحد يدرسه، هاي صاروا طلبين؟ ما فيني لبي طلبين دفعة واحدة، اعتمدي يا هاد يا هاد. بدك تلبي الاثنين، أول شي بتاخد اللعبة بتحطها فوق الخزانة، تاني شي بتاخد كتبك بتقعد جنب أخوك مشان يدرسك. تاني مرة بتنطريني لحتى لبي الطلب الأول، بعدين بتطلبي مني لبي الطلب الثاني. حاجتك فلسفة وعمل مثل ما عم قلها. يا ريت ابوك مثلك تقبر قلبي. بلحق وقعتي بعت لك همه. نظيف بجنن، يسلم ايديكي مو حبيبتي انت. ماما انا رايحه انا وابوكم، لا بدي اياكم تتخانقوا ولا تفتحوا الباب لحدا ولا بتخربوا البيت. اذا حدا اتصل بالتليفون اسالوا مين ولا تشعلوا السدرات، بنعرف هالاسطوانه حافظينها. يلا هناء، يلا حبيبتي، هلا بكون رفيقتك، ما عم تستنانا تاخرنا. عجيبه. شو العجيب؟ يعني لهفتك لتروح لعند رفيقتي. لا لا يروح فكرك لبعيد، انا رايح مشانك، اذا بدك ما بروح. ها لا تعال هون يكبر شانك ان شاء الله، بس يعني مبسوطه كثير انك عم تتغير. مثل ما وصلتكم ماما ماشي؟ طمني ماما، روحوا الله معكم. حبيبات قلبي خبيني الشوكولاتة ها؟ تكرم عينك. اخرتها مع الارجيله. بابا سليم متعود معي في هلا. قوم شوي شوي علي، ما تخافي قوم. تعرف جميل ما هو حق نعيم بيوصفه لبنت خالتها لمها، كثير حلو ياخذ العين. العونطجي ارجيله متعشي بغيابنا تقلان، لانه بس معك حق. قديش شفت بنات حلوه انا، قديش عندي بالمديريه موظفات حلوين احلى من البنت ما شافت عيني. فعلا حلوه جميل،
شفت ما احلاها يبعث لحمة شو حلوة شفتها؟ حمة واحدة؟ 100 حمة ان شاء الله معلوم حلوة لك هيك القرايبين مو مثل بنت خالتك هاي لك انا بدي افهم خالتك على شو متوحمة؟ ايش الشغلة بايدايك الله خلقها حرام عم تحط كل معاشها على الكريمات والمكياجة وبدون فايدة مثل سكرتيرتك امالتو الاخوات ما قلت لك ارجيلي بتعشي ليكو طارق قالب الجبنة هلا طالما تعرفنا عليها وتعرفت علينا وحبتنا وحبيناها مو لازم نعزمها على شي غدا او عشاء بنعزمها بس بشرط وشو هالشرط انك تسايرة ما تعمل مثل ما عملت بالاوتيل خجلتني ليش شو عملت بالاوتيل ما عملت شي بس تلبكت وما عرفت تحاكيها ولا كلمة ماشي بس ما تعملي مثل رفيقتك مها وتزعلي ومن شو بدي ازعل من حكي معها لا حبيبي اعمل يلي بدك اياه على قلبي احلى العسل لك انا اللي راح انفجر قبل ما ينفجر الصمام انا صمام حبيبي شيت قلبك وليه عم تفاول علي لو ما بعرفك انك مو صاحب مشاكل كنت قلت انه بدك يعني يموت عشان يطلع لك الجو يعني يا غني لك يا حادي الركبه طول السير اضناني لك قف بيتمانها فازي خور فكان مدينة السحر طاف الجمال بها وماؤها العذب يروي كل ظمآني ولا ليش ما عم تبعت لي مقوص مصاري من خور فكان مو عم تشتغل مدير انتاج ابعت لي حملت كافي بطني 9 أشهر يا حين الترباية فيك لك تقبرني ما بسخى فيك تطلع على القبر شيتي شو حلو حلو جاي على بالي اكلت حلو لو محرتك بهالمطبخ وساوي عوامه تقبرني انت من صغرك بتموت فيها للعوام حرتك 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 طلع على قبري القمر القمر بعتلك حمى الثانية يو لك تسكري سكري أيوة على الله لا يطحين لأنه صار له زمان ما إجاني طحين أنا لا هدول هني حرام أحمي الزيت مشانه بإيش بدي حلي درسي بإيش أحسن شي صار وقته تركني ما بتركها تركني ما بتركها بعرف بدك تنزل تلعب بالشارع مع الأولاد ما بهرب بس تركني لك شوفي ليش عم تتخانقوا خالي أم محمود إلي وطاري يتركني تركوا ليش هكام شو خالي أم محمود ينزل يلعب بالشارع مع الأولاد بالحجارة لك اتركوا إيميل روح لهنيك طولان اتركوا زبلوا ورقة سليم حبيبي جاي على بالك تاكل عوامي جاي على بالي اكل عوامي عندك بحبها كثير انا كنت طعميتك عوامي بس ما عندي طحين اعمل لك عوامي هات المصاري بنزل بجيب لك طحين من عند البياع شو مصاري ما مصاري تفل دمان حبيبي سليم بخاف انا بدي نازل عم تقطعي الشارع تطرقك سياره يا خسرتي عليك كون انا السبب لا ما بدي انا بدي مشانك سليم تعال وشوف شو إذا جاي على العوامة اتفقنا